يقول السائل: كثير من أقاربي لا يحضرون صلاة الجماعة، ولا أعرف هل يصلون في بيوتهم أم لا، وأنا أجالسهم من أجل تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الله تعالى، فهل في هذا شيء؟ إذا كنت كما ذكرت أنك تجالسهم من أجل نصيحتهم وموعظتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل فأنت محسن واستمر على هذا، وأما إذا كنت تجالسهم بدون أن تنكر عليهم وبدون أن تبين لهم خطأهم فهذا لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تجلس معهم وهم يضيعون الصلاة أو يتركون صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لا يجوز لمسلم أن يتخلف عنها وهو يسمع النداء إلا إذا كان مريضا أو خائفا. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا حديث صريح في أدلة كثيرة على أنه لا يجوز للمسلم الذي يسمع النداء للصلاة أن يتأخر ولا يصلي مع الجماعة. نعم.